من بسم الله وعلى بركة الله تعلن انطلاقة خاتمة هذه الأشواط في صباح هذا اليوم مع انطلاقات أشواط سباق الحلفة الذي ينظمه نادي دبي لسباقات الهجن على أرضية ميدان سيف العرب. انطلق مع ثاني أشواطنا للصعوبة الإبكار وآخرها. أتمنى التوفيق لكل الأسماء الحاضرة والمتقدمة والشاهنية. على المركز الأول حميد بن مطوع الظاهري يتقدم على المركز الأول، شعار بن القرين العامري قادم مع راهية هالي الساد، البوابة 11 يدشون الكيلومتر الأخير. المركز الثالث راعي الشاهنية صاحبة أول أشواط الصعوب سالم بن محمد بن سالم الهاشمي قادم على المركز الثالث، تابع الأسماء القادمة، تابع الشعارات القادمة الشاهنية لمحمد بن راشد بن سعيد السبوسي قادم على المركز الرابع. لكن أعود إلى الثلاثية، أعود إلى الثلاثية ما بين بلقرين، ما بين بلقرين العامري، ما بين الهاشمي، ما بين الظاهري، وين بيصبح خاتمة هذه الأشواط؟ لكن بلقرين العامري، محمد بلقرين العامري يتقدم مع راهية، راهية على المركز الأول، راهية على الصدارة، الظاهري قادم على المركز الثاني مع الشاهينية، حميد بن مطوع الظاهري، الهاشمي، الهاشمي، راعي الشاهينية، راعي الشاهينية، يبغي أشواط صعوبة، عاد السيناريو، عاد السيناريو، المعركة عادت ما بين بلقرين، ما بين بلقرين العامري، ما بين سالم بن محمد الهاشمي، راعي الشاهينية، راعي راهية، راعي راهية، راعي الشاهينية، وين بسلم اللحظات الأخيرة، الأمتار الأخيرة، لكن هالبوابة 11، هالساد، هالساد، عندما يحضرون تحضر النوعيات، محمد بلقرين العامري روح راح يساد، روح بناموس هذا الشوط، تهانينا والناموس لمحمد بلقرين العامري على فوز، على فوز راهية بالمركز الأول. المركز الثاني الشاهينية لسالم بن محمد بن سالم الهاشمي، المركز الثالث شعار الشاهينية لحميد بن مطوع الظهري. هكذا هي النتيجة، تهانينا والناموس لمحمد بلقرين العامري. والتوقيت دقيقتين و16 هو التوقيت الزمني، ساعة وصول شعار بلقرين وشعاري راهية من حظت بهذا الشوط. تهانينا والناموس للجميع، ونذكر بالتوقيت الأفضل في أشواط الصعوب مع الشاهينية صاحبة الشوط الأول الرئيسي لسالم بن محمد بن سالم الهاشمي. تهانينا والناموس للجميع.